تبدأ حملة المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري بتوزيع برنامجه الانتخابي بجميع محافظات الجمهورية على المواطنين. وقال الدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم الحملة أن توزيع البرنامج الانتخابي للمرشح حازم عمر سيكون بجميع تفاصيله سواء في الجانب السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي على المواطنين. كما أعلنت الحملة أنها وضعت خطة للاجتماع بالقوى الوطنية والمجتمع المدني.